تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ قرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات، مما يفاقم من الأزمة الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة، حيث لم يستقبل منفذ كرم أبو سالم اليوم سوى 13 شاحنة مساعدات إنسانية بالإضافة لعدد من شاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. فيما يتعلق بالتطورات الإنسانية، عاد منفذ كرم أبو سالم اليوم للعمل مرة أخرى لاستقبال عدد من الشاحنات، لكن يظل الرقم أو عدد الشاحنات الذي يدخل إلى منفذ كرم أبو سالم هو قليل للغاية مقارنة بحجم الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل قطاع غزة، وبحجم أيضا آلاف الشاحنات الموجودة أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري، حيث استقبل منفذ كرم أبو سالم اليوم 13 شاحنة مساعدات إنسانية ما بين المواد الغذائية والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى 12 شاحنة وقود، وهذا الرقم بالنسبة للوقود هو رقم كبير اليوم، ويعود إلى الحجم الكبير من شاحنات الوقود التي قامت مصر بتجهيزها خلال الأيام الماضية وحتى صباح هذا اليوم في تجهيز أكبر عدد من هذه الشاحنات. لكن يظل العدد الذي يصل إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم هو محدود للغاية، كما تحدثت الأمم المتحدة وأكدت على أن حجم المساعدات الذي يصل إلى الأمم المتحدة محدود، ولا يمكن أيضا وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة. أيضا الأمم المتحدة أكدت أنه يعني خلال الفترة القادمة الماضية ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة كان هناك إدخال للمساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم ومعبر رفح البري، لكن بعد اشتداد العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية توقفت عمليات تسليم المساعدات وقلت المساعدات بصورة كبيرة بسبب هذه العمليات العسكرية. وأكدت أيضا الأمم المتحدة أن إغلاق المعابر الحدودية في جنوب قطاع غزة يفاقم من الأزمات ولا يمكن من إدخال مزيد من شاحنات الوقود أو حتى المساعدات الإنسانية. وهنا نود أن نؤكد على ما صرح به مصدر مصري رفيع المستوى بأنه لا صحة تماما لمشاركة مصر في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر الحدودية، بل مصر متمسكة تماما بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال منفذ رفح من الجانب الفلسطيني. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.